Good morning, what's cracking guys? Hello, بس على كيفك؟ شلونك يا ربع؟ شو اخباركم؟ اليوم انا مريض تعبان، حرارة ومسخن وخشمي ماي. ليش نحط هنا بدون ملابس؟ المهم رايحين شلال. مال يوسف اكيد رايحين شلال. رايحين نتريق هناك الساعة 7:30 الصبح الحين. حياكم. ساعة ناطرين علي ماي كانوا عمره طويل صدق. حبيبي طولت وايد يعني. لا مريم ما قعدت الظاهر. لا مريم لا عم يصحى النوم حبيبي. وصلنا صوب السبرينج هوت ووتر. هذا الماي يطلع من الارض، ماي بركاني، ماي حار طبيعي نقي وصحي. يحطون ريولهم هناك يتسبحون فيه لانه ما يصحي بركاني. وعلى ما نروح الشلال جينا هني عند هذا المسلمه، شوفوا حلال تبيع اكلات مسلمه، حلال ما حلال اكلات مسلمه شنو اكلات حلال قصدي. ولما نطلب منها شفاتي تسوي شفاتي. رحنا عند حضري لك ماي حار كلها حلال. شوفوا حلال حلال. يعطيكم العافية. هلا بابا الله يعافيك. شلونك؟ شو أخبارك؟ الحمد لله. علي شو قاعد تسوي؟ علي شو تسوي؟ قاعد أصور. تنشر سناب شاتك يا انشر. ها؟ تنشر سناب شاتك؟ لا ابي تنشر لي بالانستغرام. لا شيء عيل ترجاني. لا وي كان هني قاعد يحطون البيض، يطبخون بيض بالماي الحار بركاني، الماي يطلع من تحت الارض. شوفوا الهوت سبرينج شنو رايك؟ سوري قال. الماي يبقبق. كان حط التشيز هذا كله. هوت ها؟ بس يطلع. هذا قاعد تصور معي طبعا ما ادري ايش فيها. سعودي كاب؟ سعودي كاب. هاو يو اوكي؟ يلا تيك بيكتشر. هذا الشفاتي اللي سويناه عجينه داخله بيض يحطون عليه حليب بالشكر. حليب يسمونه؟ محلة. حليب محلة نفس الشكر يعني محلة. لا غيره ها؟ هذا مطبوخ مع الشكر. هذا الحليب. هاي نور مطلق شلونك حبيبتي؟ انا احبك وايد. قامت الشغل صار لنا ساعة اللي نفهمهم هذيل شاي حليب. تي ملك تي ملك تي ملك. يدونا ها؟ بس اوكي. هذا شو سووا؟ سووا ولا؟ بس تي ملك. نوم 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 شاطرة. وصلنا تيسكو الجمعية. شوف المكان ما ادري يبين هني ولا لا، بس يا اخي مكان حلو والله. لو اعيش بالجمعية وناسة. اليوم رايحين ناخذ دياي وإدام حق الشوي لما نشوي على الشلال بس. هذا الدجاج وهني السمك. طال عمرك فين السمك؟ فاضيين شكله ما في حد يجي. ترى هذا زين حلو. شلون انتم تسوون سمك؟ لا انا ابي دياي شوي. دياي احلى. لا لا سمك. شلون سمك حبيبي؟ بس مو كل يوم دياي. انت قاعد تصور؟ يا جماعه سناب شاتي علي دوت صح سكره يا بسرعه العلي. شو الربيان ما شاء الله طايح. هذا فهمتوا؟ لا 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 هاي شربتهم ما ادري. برق الله عكس الصوب والشارع. هلا تشرف يا جماعه. قبل تقريبا ساعتين قاعد ندور الشوايه عشان نطبخ الشوي على الشلال، واخيرا حصلناه لقيناه حطيناه في السياره. بالطريق شفنا يا هال قاعد يرسمون طلبه من المدرسه مطلعينهم قاعد يرسمون برا طوفه المدرسه. فتعالوا شوفوا كل الاسماء.
لا رسماتهم حلوة يعني ما شاء الله. شو شو هذا الرسمة مثل القمر صدق؟ إيه. إيه نعم في شو شو؟ إيه. ما شاء الله ترى صغار يعني. كانوا قاعد يسلمون. شو رسماتهم ما شاء الله. هاي المدرسة. في رسمة مثل القمر. وصلنا شلال. هذا هو الشلال. انزل ماي هني. في مطعم صغير طبعا احنا مو معتمدين عليه. راح ناكل هني، راح نطبخ، نحط الشوي بالمربع بالمربع بالتانكي هذا. شد كنا متعلم داخل وغطي راسه يعني يصير مثل سموكينج طبخ على الدخان. على الدخان. الحرارة تكون مثلتة ويصير دخان، وكل ما ينقط الدجاج واللحم ينقط الدهن يطلع دخان أكثر فينطبخ على الدخان. شبينا نار يا ربع. لا لا بس جاي فوق هني يا جماعة. حطينا الدياي علقناه كذي. شوف الطريقة، هذه الطريقة. حار المكان، حار يعني لهني لهني حرارة، لهني كله حار ما يقدر يجيس المكان. هذه حميسة عشان نحطها على العيش. إن شاء الله عمري. يقول لك الحياة حلوة للي يفهمها. الدياي واللحم كل شيء جاهز. صكر راسه صكر راسه. بابا الدياي شو رايكم؟ يعطيك العافية. فلتي فلتي. Time to wrap up this vlog. Hope you all enjoyed. If you did, give this video a big thumbs up and go Turkey. هلا هلا قلد واحد يوسف يطالعني. المهم يا جماعة مشكورين على المتابعة. راح اقول اساميكم الحين اللي قلتوا ابي تقولون اسمي. اسمحوا لي اذا طوفت احد. اول شيء اشكركم كلكم على متابعة الفيديو، اللي حتى مكاتب اسمها اشكركم. واحدة فاطمة عباس تقول حرام قول اسم سارة مسكينة كم مرة قالت لك. المهم سارة يعطيش العافية، وهم فاطمة انت هم يعطيش العافية. تطول باليوميات، اكتشفت ان متابعين سعوديين. مشاهدتك حلوة. خلينا نشوف لكم اسامي. مريم من البحرين مشكورة يعطيك العافية. أماني النهدي من اليمن يعطيك العافية. حبايبي أهل اليمن أحبكم. ربعي عندي وايد من اليمن ووايد. ناصر السبيعي دمام والنعم يعطيك الف عافيه. ساره الحربي من جده. احمد الخروصي من عمان الف تحيه مشكور حبيبي. واحد سابني محمد سليمان من السعوديه مقيم في تايلاند. أوه وينك حبيبي؟ شان كلمتني؟ تحية لك، كلمني أنا هني موجود أي شيء تبيه. عبد العزيز كاكولي والنعم على راسي. محمد القحطاني والنعم على راسي. عبد الله شمري من السعودية.
من بعد حمد العجمي، عبد الله بن حامد بن ابراهيم بن محمد بن حبيبي بعد حط صوره جوازك. لا لا لا، والنعم فيك، يعطيك الف عافيه وتسلم على المتابعه. محمد نبيل الناطور من فلسطين، يا هلا والله حبيبي، على راسي اهل فلسطين. وعبد الله ما ادري منو بس كاتب عبد الله، يعطيك العافيه. استمر علاوي، فارس مبارك من السعوديه والنعم يقول اسم الحلقه الجايه اسمي بشاير، بشاير القحطاني على راسي. عبد الله حجي من السعوديه والنعم فيك. طارق الشمري، طارق الشمري حبيبي على راسي. شنو هذا يقول اسمي خالد، خالد العامري من مدينة منورة. متعب الصغير، متعب الصغير يمكن ما اعرف اقراها عدل، الصغير الصغير شيء كذي. المهم على راسي من السعودية. عايشة الدوسري، فاطمة عبد الله الفلشاوي على راسي، الفلشاوية كلهم ربعنا واهلنا. عبد الله ابو رفيف من بعد، بعد غشمر ابو علوه، ناصر العازمي من الكويت، هلا والله بهل الكويت، هلا بالعوازم على راسي. مره جن يومياتك. عبد الله الحرز، اوه الحرز عندنا وايد ربعنا من الحرز، هلا والله فيكم على راسي. اي بغيت اطيح. قول اسمي هيفاء الخليل من السعوديه. المهم اسمحوا لي اذا بعد طوفت احد، في وايد بعد كاتبين اسمحوا لي والله كان شوفوا. اسف اسف يعني جدا اسف، عشان لا اطول عليكم الفيديو. حمد المطيري هي من السعوديه. المهم اكثر متابعيني من السعوديه على راسي، اهل السعوديه، دمام، قطيف، مكه، مدينه، جده، الرياض، اهم شيء الرياض، حبايبي حبايب قلبي اكثرهم هنا سعوديين، يعطيكم العافيه على راسي. ومشكورين اذا استمتعتوا بالفيديو اعطوني لايك، ولا تنسون تنشرون الفيديو. واسمحوا لي اسف 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 اذا ما قلت اسامي بعضكم، ويعطيكم العافيه.